السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. النهاردة مشرفني في البيت الفني. شكرا. راجل له بصمة في الفن. شكرا. وله بصمة في الكولة والناي. الله يكرمك. عمنا الأستاذ الفاضل الأستاذ أحمد الأرنب. شكرا جزيلا. منورني والله العظيم بجد. الله يكرمك. البيت المتواضع في البيت الفني لصناعة آلة الكولة وصناعة آلة الناي. فالنهاردة بإذن الله تعالى طبعا فمش معقول يكون عم أحمد موجود عندي هنا في البيت الفني من غير ما أسمع منه أي تقسيمة. عناية لحبايبي في مصر وجميع أنحاء العالم. عناية. ومعروف مين الأستاذ أحمد الأرنب. شكرا. أستاذنا الفاضل مشرفني والله أبو حمد. الله يكرمك. والله العظيم بجد أمانة والزيارة دي مش هتتحسب. مش محسوبة فعلا. مش هتتحسب فعلا. إن شاء الله. فنسمع إن شاء الله من عم أحمد الأرنب النهاردة موافق 15/5/2017 من البيت الفني صناعة آلة الناي وصناعة آلة الكولة. شكرا. نسمع عم أحمد الأرنب وبياتي الصول. شكرا. توكل على الله. الله الله
شكرا جزيلا. الله 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 أم أحمد. شكرا جزيلا. فرصة سعيدة والله. الله يخليك يا أحمد. كان نفسي أقعد معاك ساعتين ثلاث. الله يخليك. والله. الله يخليك. شرفتنا. بس ظروفنا بقى معلش. معلش يا أحمد. كنتم مع الأستاذ الفاضل أم أحمد الأرنب. بشكركم من البيت الفني من يقتلنا أو كوالا من البيت الفني يرجى الاتصال 0122-33-44-078. شكرا يا أستاذ صادق. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا حبيبي. الله يخليك. فرصة سعيدة. أشكرك يا عم. فرصة سعيدة.